آیاتی شفاء، برائے شفاء از ہر مرض، خصوصاً بخار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، صدق الله.